اللہ الرحمن الرحیم. دعائے افتتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنِّقْمَةِ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ فَاسْمَعْ یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اثرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وهموم قد کشفتها واسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلائے قد فککتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في امره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفاك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي. أطمئني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني منك ورزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستونسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدوني فأفضلي عنك وتتحبب إلي وأتبغض إليك وتتبدد إلي فلا أقبل منك كأن لي تتبول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجود عليه بفضلك بفضل إحسانك إنك جواد كريم. صل على محمد وآل محمد. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأسباب ديان الدين رب العالمين
الحمد لله الذي الحمد لله على علمه بعد علمه الحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي موضع فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعازده فهما قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة حنية قد آتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة موبقة قد أراني فاصنعي عليه حامدا مذكوره مسبحا الحمد لله الذي لا يغتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترؤد السماء وسكانها الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ووليك وخير رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلي على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على الأئمة
المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وجدك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الارض كما استخلف الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بي شيئا اللهم اعزه واعز به منصره وانتصر به منصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتزل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فهم الله وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة والآخرة أعمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وصلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعننا وعنا على ذلك بفتح منك توجله بزر تكشفه من نصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.